ويظل يصدر في الرائد الرسمي بعد ما ختمه رئيس الجمهورية. علاش اليوم ما تمش تفعيل القانون هذا وما ضمنوش قانون المالية ل 2021؟ ولا ستضاف له ميزانية تكميلية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هي مناسبة لكي أحيي الإذاعة الوطنية وأحيي كل مستمعاتها ومستمعيها، أحييك أنت سيدة جيهان وأحيي صديقي سي محمد بعوض. أهلا وسهلا. فعلا هو القانون اللي تقدمت به كما تعرفوا جهة مبادرة تكون من 35 نائب، عرض على لجنة التربية التي تعهدت به وعرضته على الجلسة العامة التي صادقت عليه كما قالت مدام جيهان 159 نائب و18 محتفظ وصفر اعتراض. كان من أكثر القوانين التي حظيت معناها بإجماع في المجلس، وهو قانون يعني الحقيقة يستجيب لأحد أكبر هدفين من هدف الثورة، تشغيل هدف الثورة التشغيل والتنمية، هذا يتعرض للتشغيل وخاصة التشغيل هذه وعليها من كل الكرامة الوطنية من أصحاب الشهادة العليا الذين طارت بطالتهم. القانون صدق عليهم 29 جويلية وصدق عليه ختمه السيد الرئيس يوم 15 أوت وصدر في الرائد الرسمي يوم 18 أوت. يعني الحقيقة العام هذاك تعتبر معجزة العملية هذه، يعني عام الكورونا الله يعافينا منها ويشفي المرضى ويرحم الموتى، والأزمات الحكومية اللي صارت والأزمات الحكومية المتتالية ووضعية صعبة جدا ماليا واقتصاديا إلى آخره، تم مع ذلك هذا الإنجاز الذي يعتبر من إنجازات المجلس والثورة. الحكومة الجديدة وقع منح الثقة يوم 1 سبتمبر، نهار 9 ونهار 9 الأخيان بدأوا يتحركوا في اعتصامات الأخيان المعطلين على العمل. أنا اتصلت بهم، عملوا تحركات، أنا اتصلت بهم مش قلت لهم راهو احنا عندنا ثقة أن هذا القانون بحول الله سيطبق لأنه وضع لكي يطبق وهو قانون أصلا، يعني ما ثماش فيه نقاشات. آخر ظهور للسيد رئيس الحكومة سي هشام المشيشي أعلن أن قانون 38 ل 2020 هو قانون ليطبق، ليس هناك نقاش في الموضوع. أنا في فترة ما تولي رئاسة اللجنة واللي هو خرج من اللجنة الآن ولم يعد ملك لجنة التربية، لجنة التربية هو ملك مجلس النواب الشعب وهو ملك البرلمان بشكل عام وملك الشعب التونسي كله يعني من غير نقاش. سي بالقاسم بالله قبل ما ندخل في التفاصيل أنا حبيت أقول برك إيش قال السيد رئيس الحكومة، زوز أرقام هم اللي يعطونا بعد المنفذ للموضوع، قديش يشمل العدد تقريبا وقديش يتكلف على الدولة تقريبا؟ باهي سي محمد. قلت رئيس الحكومة سي هشام المشيشي في آخر خروج له إعلامي سألوه وقال هذا القانون صدر وسيطبق. والآن الحكومة أنا نحب نطمئن أن الناس اللي يستمعوا فينا لأن هناك حملة تشكيك كبيرة وحملة واتهامات كبيرة مخاوف يعني ما أنا لا أثق فيها ولا أعطيها أي أهمية. هي أنه الحكومة الآن بصدد الإعداد للمنصة الإلكترونية لتمثل قاعدة البيانات لهؤلاء المعطلين وأيضا إعداد الأوامر التطبيقية لترجمة الفصول الأربعة التي يتكون منها القانون اللي جرب الفصلين الخامس والسادس اللي هم فصول فنية معناها أخرى حول المدة وحول العقوبات. العدد احنا مشينا للعدد الأقصى، احنا مشينا للعدد الأقصى، اعتبرنا أن العدد الأقصى في أحد التصريحات من أحد الوزراء قال لنا يمكن يوصلوا 150 ألف وبعض الوزراء قلنا 50 لكن عمليا كل واحد يجي يقول لك انا راني كيفاش نتقدم باش يقولوا لي انت هاو عندك خوك اشتغل ولا عندك اختك موظفه ولا عندك شغل قاعه انتدابه، انا شنو ذنبي؟ عندي اكثر من 10 سنوات وعندي بطاله مستمره وظرف معناها اقتصادي. سي محمد هذه التقييدات اللي في وسط القانون هذه جزئيه مهمه وواضحه جدا، لكن خلينا نكملوا الفكره الاولى ان القانون هذا يرى على مسار التطبيق. يعني اليوم الناس البطاله اللي قاعدين يسمعوا فينا واللي فاقت بطالتهم تجاوزت 10 سنوات نطمنوهم انه راهو القانون مش يطبق، مستحيل انه لا يطبق. وسيادتك انت نائب شعب صحيح انت قلت خرج من تحت يدي القانون، لكن انت اليوم عندك دور رقابي ودور ضاغط. لا ما قلتش خرج منه، خرجت من لجنه التربيه، ما يقالش انا بقاسم حسن مع 10 رئيس لجنه التربيه. يقال انك تبرأت من القانون هذا يا سي بالقاسم. اكيد تفهمي انا تبرأت منه، هو اصلا تدافع عليه وزاد جزء انه يطبق، هو جزء من وجداني انا البارح التدخل نتاعي يرجع من نواب الشعب البارح في التدخل بتاعي تحدثت على نقطتين، تحدثت على نقطة أزمة التمور وتحدثت على تشغيل المعطلين على العمل يعني وتحدثت على وطنيا وجهويا إيه لا أسمي هذا التنبير ما عنده حتى معنى.
أنا 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 لا لأن رئيس لجنة تصوري أنت قانون يخضع لوجود رئيس لجنة ولا لا ولا حتى رئيس مجلس النواب قانون قانون لما يصدر أنت تعرف لما القانون يصدر أمضى رئيس وصدر انتهى الأمر نتاعه أصبح قانون قصة خروجي من رئيس لجنة تربية ونحكي لك باختصار ما نطولوش على الناس أما نشد في أسئلة سي محمد لكن قلت راه وجد ليطبق لكن يطبق كما هو أربع سنوات هو مطروح للتطبيق هو مطروح للتطبيق خلال أربع سنوات آخرها وأولها من اللي ينشر في الرائد الرسمي اليوم معناها مرحلة أولى طبعا ينشر في الرائد الرسمي احنا قلنا الفصل السادس يطبق ومنذ نشره بالرائد الرسمي إلى غاية أربع سنوات على الدفعات وغير خاضع للتناظر وغير خاضع للمناظرات الناس يتسألوا على الدفعة الأولى وقتاش انت وعدت قلت الدفعة الأولى باش تكون من سنة 2021 أنا نحب نعرف تو أنتم تحبوا ترددوا أسئلة أسئلة يطرحوها البطالة موجود أنا قلت إن شاء الله نسعى نعمل من أجلي أن الدفعة الأولى تبدأ في الثلاثي الأخير من 2020 ولازلت أعتقد إمكانية ذلك من خلال القانون التكميلي التعديلي لميزانية 2020 بقطع النظر على شنو اللي يجي من الحكومة كمشروع لأن المجلس يناقش ويقترح للتعديل ويقدم مقترحات بديلة وإن شاء الله ننجح في ذلك وهذا هذا قلت البارح أنا البارح يعني تحدثت على زوج ميزانية التكملية وميزانية 2021 اللي فعلا ما فهمش فيهم مش وارد لكن فيهم انتدابات فيهم انتدابات الميزانيتين فيهم انتدابات احنا الانتدابات نستطيع ان نقول الأولوية فيهم للقانون هذا اللي هو احكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي هو موشي في مرادف نتاع الوظيفة العمومية لذلك لا تطبق عليه الشروط تلك نظرا لأن الأحكام استثنائية وهو ليس فقط تمتعين فرد من كل عائلة جميع أفرادها معطين على العمل اللي تقولي شنو ذنبي أنا أخويا ولا مرتي ولا هو فيه كل من بطالته طالت عشر سنوات عشر سنوات فأكثر هذا إن شاء الله خمسة في العائلة سي محمد نتبعهم إن شاء الله خمسة في العائلة هذوما حقهم بترتيب تفاضلي على أساس الأقدمية في سنة التخرج وفي السن المتخرج فقط يعني مثلا ما جانا مربع وخطروا منكم واحد لكن احنا نعرف اللي ثم عائلات ما يخدمش فيها حتى حد ويمكن ما يدخلوش فيها الوضعية دي زدنا بند ثاني قلنا اللي أعمارهم فوق 35 وبطالتهم أقل من 10 سنين اللي هي مجموعة أقل هذوما أيضا يرتبون تفاضليا بالأكثر سنة التخرج وسنة المتخرج وبند الثالث من عائلة جميع أفرادها عاطلين عن العمل ينتدب منهم واحد هذوما واحد هذوما اللي لا دبر في 10 سنين فأكثر ولا دبر في 35 سنة فأكثر يصبحوا أقل بكثير يولي هذوما تأخذ منهم أيضا واحد على الأقل مش معنى الأخرين يتحرموا لكن في القانون هذا يأخذ منهم واحد وكذلك الفئة الرابعة اللي هي ذوي الحاجات الخصوصية أنا معقيد هذوما مفتوحين على الأربع سنين وكلهم يبدو من الدفعة الأولى كلهم سي محمد هكا كتوضح وهكا بالبساطة هذه خير من الخطب اللي في المجلس طبعا. والناس ما فهمتهاش طبعا أما بقي سؤال توضيحه هل سيكون انتدابهم وفق مخطط خاص وإلا من جملة الانتدابات لا احنا طرحينهم يكونوا هم أولوية الانتدابات السنين مثلا جاتك أنت بالميزانية التكميلية ولا بالميزانية الجديدة متاع القانون المالية الجديد انتدابات في سلك الديوانة والحرس والجيش وهذه كلام يلزم نقولوه هم الوحيدين اللي قاعدين يشغلوا في البلد والتعليم والصحة والتعليم والصحة والتعليم القطاعات هذه ثلاثة مثلا أربعة الديوانة والسجون والحرس والجيش هذوما يقبلوا ماذا بهم على ناس تبدأ عمرها صغيرة صح ولا لا شروط معينة فالناس هذوما عندهم حظوظ في النجاح في المناظرات هذه ولا لا صح سي محمد شوف هذا ليك وللمستمعين وخاصة المعطلين على العمل احنا قلنا القانون هذا يراه لا يقف حاجزا امام القانون العادي للانتداب في الوظيفة العمومية وامام المناظرات العادية والدليل ثم مناظرات قاعدة تصير من احنا نعمله في القانون انا ثم مرة مجتمع في بلدية في 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 احدى المدن التونسية وموقع مقر البلدية والبلدية عرض مناظرة الانتداب 6 أعوان وقلت لهم طبيعي جدا هذا احكام استثنية بإرادة حكومية واضحة انا باش ننتدب 5000 معطلين من العمل من اصحاب الشهادة العليا الذين طالت بطالتهم في التعليم العالي في التعليم الثانوي في التعليم الابتدائي في الصحة في النقل في التجهيز في 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 البلديات في الولايات في كذا حكم مركزي محلي جهوي الى اخره هذا بي يعني دائما وابدا بهذه الإرادة لذلك السيدة وزيرة الوظيفة العمومية قالت احنا توا قاعدين نعدوا في الأوامر التطبيقية وقاعدين نعدوا في المنصة الإلكترونية وكذلك السيد المستشار لرئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاجتماعية أعلنوها تماما حتى كل شيء لازم يكون واضح من الأول على خاطر مثلا حتى سي بلقاسم نفرض انه تخلي يخدم عمره 40 سنة
راهو 20 سنه اخرى باش يخرج باش يخرج يا سي محمد باش يخرج تقاعد تعرف اش معناه باش يخرج تقاعد باش ياخذ 180 الف سي محمد شوف ثم اللي عمره 59 فيهم هذوما وانا ريتو بامي عيني القانون والله ممكن مهم جدا راهو القانون ما فيش شروط لا يمكن ان تسقط عليه تلك الشروط في شرطان فقط الاقدميه في سن التخرج وسنه التخرج سنه التخرج وسن المتخرج فقط ما جاش يقول لك انه مثلا هذا عمره كذا لانه احكام استثنائيه قال لك انا موت انت دبني والتقاعد 64 مثلا انت دبني وكمل 4 سنين 5 سنين والا 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 القانون اللي يحدد الوظيفه العموميه واخر كلمه قبل ما تمشي قبل ما تمشي اخر كلمه راهو لا راهو هذايا فعلا فعلا اللي يشككوا فيه في إمكانية تطبيقه ما عندهمش حتى حجة غير أنه هو مازالوا ما طبقوش اللي شكوا في إمكانية تفعيل ما دام رئيس الحكومة ووزيرة وكذا يقولوا راه باش يطبقوه ورانا قاعدين نحضروا في المنصة وانت اليوم دورك أنك تضغط لتطبيق القانون هذي خاصة أنت اليوم تنتمي إلى كتلة تدعم يعني الحكومة الحالية خلينا نمشيو أنت قلت الناس اليوم يشكوا ويربى بيه حجتهم أنه مازال ما بداش فقط حجتهم أنه مازال ما بداش خلينا نشوفوا عندهمش حجج أخرى يحضر معنا عبر الهاتف سيد رضا سليمة من تنسيقيه الانتداب حقي من ولايه نابل خلينا نذكر انه فما ايضا وقفه وطنيه يوم 2 نوفمبر للمطالبه بتطبيق القانون هذايا سي رضا مرحبا بك مرحبا بك اختي جيهان ومرحبا بالسيد بلقاسم حسن ومرحبا بجميع المستمعين رضا سليمة خليتك تنتظر حبيتك تسمع اكثر شنو قاعد يقول السيد النائب سي بلقاسم حسن اكيد كنت تسمع شنو تعليقك على الكلام اللي يقول فيه يقول انه قاعدين حريصين انه يتفعل القانون هذا سواء في القانون التكميلي لسنه 2021 والا في قانون الماليه الجديد لسنه 2021 في البداية كلمة شكر للسيد بلقاسم حسن ولكل الأطراف السياسية وكل الأطراف الحزبية اللي مأمنة بقضية أصحاب الشهادات العليا الذين طالب بطالتهم واللي بالحق معتبرينها قضية رأي عام قبل كل شيء لأن وقت اللي نحكيه على صاحب الشهادة العليا يقعد 10 سنوات بطالة من غير ما الدولة تحرص على أنها تجد الحلول المناسبة باش تحل القضية هذه القضية هذه راهي تشمل جميع العائلات التونسية نتحدى أي عائلة تونسية ما يكونش فيها خريج جامعة أو صاحب شهادة عليا ما هوش يعاني من مشكلة البطالة هذه احنا توجهنا تقريبا عن معناتها عامل تالي توجهنا بتحركات احتجاجية أمام مجلس النواب كنا طالبنا بقانون القانون هذايا بفضل التحركات الاحتجاجية لأصحاب الشهادات العليا وبفضل دعم الكتل الحزبية تمكننا من أنه يصادقوا عليه وصادقوا عليه 159 نائب نحن نشوفه في القانون هذايا هو قارب نجاة الفئة المهمشة هذه فئة معناتها قاعدة تستنى في 10 سنين نطالبوا بالتفعيل التفعيل وقته التفعيل بمجرد المصادقة على القانون الفصل السادس من قانون 38-2020 ينص على أنه القانون يصبح نافذا بمجرد المصادقة عليه وختمه ونشره بالرائد الرسمي القانون هذايا في شهر أوت لحد اللحظة هذه لحد اللحظة هذه احنا نستناو في الحكومة باش تهبط الأوامر الترتيبية وتهبط قاعدة البيانات اللي هي في باش تكون في شكل منصة إلكترونية يكون فيها عدد المعنيين بالقانون وأسماء المعنيين بالقانون باش نتفاداو أي تلاعب لحد اللحظة هذه أنا وقت اللي نقولوا حكومة كفاءات حكومة كفاءات وعاجزة أنها في ظرف شهر وإلا أكثر من شهر أنها تهبط الأوامر الترتيبية هو تحدث عليها النقطة هذه سي بلقاسم سامحني احنا وصلنا تقابلنا مع السيد حسنة بن سليمان يعطيك صح المكلفة وزيرة الوظيفة العمومية ومن بعد وصلنا تقابلنا مع المستشار للشؤون الاجتماعية لدى رئيس الحكومة اللي وعدونا به انه مجرد في الايام القليلة القادمة ستكون الاوامر الترتيبية تحت ذمة القانون هذا لكن ما رعنا انه في كل مره مجرد تطمينات الى متى التطمينات هذه وقتاش وعدوكم رضا من وقتاش وعدوكم كان عندنا وقفه يوم 9 سبتمبر منذ 9 سبتمبر يعني اكثر من شهر 9 سبتمبر اكثر من شهر القانون تم نشره بالرائد الرسمي منذ شهر اوت وفوق هذا
نوايا الحكومة، نوايا الحكومة، أنت وقت اللي تحطي ميزانية تكميلية وميزانية 2021 وليس بها اعتمادات مالية لتطبيق قانون 38-2020، أنا كصاحب شهادة وعندي 10 سنين وعندي 15 سنة ومتخرج وبطال، شنو تنتظر مني؟ ناس قاعدة يوميا تموت، ناس يوميا قاعدة تنتظر، هي مش مجرد كلام، هذه إحصائيات، شوفوا الناس معناتها كيفاش تموت، شوفوا الناس كيفاش تعاني، راهي القضية قضية الجيل هذا والأجيال اللي من بعده. أنا الدولة استثمرت فيا، والدي استثمروا فيا، وقت اللي نغزر الوالدية في عينيهم فما حسرة كبيرة، معناتها هما ضحاوا بالغالي والنفيس ويشوفوك 10 و15 سنة وأنت متخرج وبطال، راهي معاناة نفسية كبيرة. وفي نفس الوقت صاحب شهادة عليا يشتغل في قطاع هش، وبالمناسبة نحن نطالبوا أنه القانون هذايا ما يكونش فيه إقصاء لكل من يعمل بالقطاع الخاص والقطاع الهش، خاطر في أي لحظة ينجم يكون هو عرضة للبطالة، هذه أولا، وثانيا هو يتعرض معناتها للاستغلال من قبل الخواص، ويخدم أصلا ما هوش معناتها في مستوى شهادته العلمية. احنا طالبنا في القانون، مش طالبنا، قلنا الإدماج والانتداب صلب الوظيفة العمومية، مش بالضرورة في الاختصاص متاعنا، معناتها ما نتصورش مطلب أدنى من مطلب هذا. واضح. احنا مطالب ناس معناتها تعويضات لسنوات البطالة اللي تعرضنا لهم. نطالبوا كل الأطراف السياسية تضافر المجهودات، هذه فرصتهم، فرصة تاريخية للمصالحة مع الفئة هذه، للمصالحة مع الفئة المهمشة هذه، باش ترجعوا للناس هذه كرامتهم، خاطر بالحق راهي معاناة، ما يوصل إنسان ينتحر راهي ما يستاهل أنه صاحب شهادة عليا بالوعي. وحبوش نوصل للانتحار. إيه؟ احنا وصلنا معناتها للانتحار. علاش؟ خاطر كي تلقى الدولة ما هيش حاسة بيك وبالمعاناة متاعك، يخرج مسؤول، يخرج سياسي يقول لك احنا حاسين. لا ما حاسيش مجرد كلام، اعطينا التطبيق على ارض الواقع. خلي المجال لسيب القاسم مع حسن باش القاسم يوضح لك ثلاث حاجات. ما الذي يمنع الى حد الان صدور الاجراءات الترتيبيه؟ لماذا لم يرد ما يخصص ماليا لهذا القانون في الميزانيه التكميليه ولا في الميزانيه الجديده؟ ومتى فعلا تنطلق هذه المنصه الالكترونيه اللي تضمن تبويب الناس هذوما في معطيات رسميه؟ انا نحيي رضا منها. حي أنا رضا، حضرت أنا وياه اللقاء مع السيد مستشار رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاجتماعية، واللي كان لقاء معناها جد معناها إيجابي، وهم نفسهم سجلوا. لكن هو رضا يقول أخذنا مجرد لقاء. إيه حاجة أخرى، أن اللقاء إيجابي كان، لأن وقع فيه حتى الحديث على اللي يشتغلوا في القطاع الخاص واللي هم معنيين، قالوا لهم احنا عارفين الناس ما كانش تاكل في الهواء، سيسلم التساوي هذا يعني حرفين شقال عارفين يمكن. وأنا قلتها عشرات المرات وأعيدها الآن، اللي مشاو يدبروا في خدمه هشه وخذوا سي ان اس اس في تلك الفتره اللي هم عاطلين فيها على العمل في الذي يقع انتدابهم، نشكرهم ونتوجه لهم بتحيه، لانهم لم ينتحروا، لم يحرقوا، لم يعني يجرموا ولم يرهبوا. هذه اربع كلمات قلتها انا في الموضوع هذا من عقبه. لكن الى متى؟ يا اختي جيهان هذا سؤال. شوف يعني هذا سؤال في الحقيقه يعني كما اللي يحب يركز على الجانب التشاؤم يقولوا شفتك العشرة مليمتر هذوك فرغي. شوفي احنا من خيالك انت نحب نعطيه موجة ايجابية، يعني القول لمتى احنا في الحقيقة اسرعنا به بشكل رهيب جدا القانون، واسرعنا انه يعرض قبل العطلة البرلمانية بشكل رهيب. وانا شخصيا مش تعرف حاجة مش خاطر انا رئيس التربية عملت القانون هذا، احنا لما انا امضيت باسم كتلة النهضة على الالتزام بمبادرة وانا ما زلت مانيش رئيس لجنة التربية، وعملنا جهة المبادرة وانا ما زلت مانيش رئيس لجنة التربية. لما صرت رئيس لجنة التربية مكتب المجلس احالوا للجنة التربية لكي تتعهد به، تعهدنا به، صدقنا عليه، عديناه وفاء. كان لجنة الفلاحة ولا التربية ولا لجنة الصحة ولا لجنة الامن والدفاع، هذيك لجان فنية تحيل الامر الى المجلس ويصبح قضيه المجلس قضيه مؤمن بها ايمان لا يتزعزع، وتكلمنا بها في الحمله الانتخابيه نتاعنا وفي برامجنا الانتخابيه. يعني ماهيش حكايه الموقع نتاعي هو يحدد لي القضيه اللي انا نؤمن بها، ولذلك لن اتراجع ولن اتخلى، وقلتها اكثر من مره ومش مزية مني زاد، هذا واجبي ومسؤوليتي. اثنين، فعلا انا بالنسبه لي لا ارى الامر بهذا الضغط الرهيب جدا نتاع شهر. يا اخي يعني قلت لك في 1 سبتمبر الحكومه تكونت، اليوم احنا في اواخر شهر اكتوبر، ما لها شهرين،
في الشهرين هذوما مش كان القانون هذا الحكومة عندها. ما إذا كان ما تمش إدراج القانون هذا في قانون شوفي 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 أنا بالنسبة لي النقطة هي هذه. النقطة هي هذه مش النقطة طالت النقطة هي هذه. هم كانوا ينتظروا في 9 سبتمبر وفي 10 وفي 11 إصدار المنصة. قالوا المنصة مش سهلة لأن الفصول الأربعة فعلا يلزم ينتقيهم كل الأعداد هذه. شكون اللي 10 سنين في أكثر سنة اللي عام الجاي 10 سنين ما يدخلش عم جاي مش يدخل عام الجاي حتى 4 سنين وشكون اللي 35 وقل من 10 سنين ايضا وفرد يعني عمليه فنيه كبيره برش والاوامر تنطلق من هذا الامر. بالنسبه لي قلت لهم لو نجحنا في اخر العام هذا لكن 100% في العام الجاي هنا يولي دور المؤسسه التشريعيه مهم جدا. احنا باش نضغطوا في قانون الماليه هذا باش يقع ادراج هذا القانون في قانون ماليه 2021 اي نعم ولو انه لم ترد الحكومه تتحملوا مسؤوليتكم بما انك نائب تابع حركه النهضه اللي هي هذا توسموه البارح قلنا النواب كل من اغلب الكتل مش كان كتله النهضه قلنا وينه هذا علاش مش وارد في القانون وسنطالب بإيراده. كيفاش باش تتفاعلوا مع قانون مالية 2021 إذا كان ما تمش إدراج القانون هذا باش تصوتوا معاه؟ احنا طارحين القانون هذا اللي فيه تعديلات ومراجعات طارحينها على الحكومة من اللجنة المالية قائمة طارحين تعديلات من نوع هذا لا بلا وعندنا مشاريع للتمويلات سألني تواصل محمد بجي للتمويلات للتكاليف لمنها كيفية يعني عندنا أن لما نقرر هذا أولوية من الراجع الأولويات في القانون الراجع الأولويات الراجع الأبواب التي سوف تصرف فيها يعني الميزانية. اثنين نعملوا احنا ما داخل ثم جباية هالجباية هذه ممنوعة لاتجاهات معينة نعملوها لاتجاهات تشغيل. شوف العنصر البشري هو أساس رأس المال الوطني إذا من التعديلات تشرحوها أنتم كحركة النهضة في قانون مالية 2021 عندنا مقترحات كنهضة وعندنا مقترحات كمجلس نواب كاملين يعني وعندنا التأكيد على حاجة تأكيد على حاجة رانا ما نجم سيبين هذا القانون أبدا وإحنا باش نتابعوكم نهائيا يعني. شكرا ليك سيد بلقاسم حسن النائب عن حركة النهضة شكرا على حضوركم معنا نصف نهار 58 دقيقة نخليكم مع نشرة الأنباء ونرجع بعد شوي